السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بين السطور مع الدكتور محمود عبد العزيز. هذه المرة ليس هنا، هذه المرة هنا في الاستوديو. نرحب بالدكتور محمود، أهلا وسهلا بك. مرحبتين أخي محمد وبالمشاهدين الكرام، أنسناكم. الله يانسك، بارك الله فيك سيدي، أنستنا وأنست الاستوديو. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حوارنا اليوم مع الدكتور محمود حيكون على أو حول ملفات عدة، منها ما هو سياسي وكذلك ما يتعلق بالميدان والأوضاع العسكرية، وأيضا بعض الملفات الخدمية والمعيشية المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية. ولعل نبدأ بملف مهم جدا وهو زيارة وزيري خارجية تركيا وقطر، أو عفوا وزيري دفاع تركيا وقطر اليوم للعاصمة طرابلس، والمباحثات التي أجراها المسؤولين الأتراك والقطريين مع المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني. بداية دكتور، كيف تنظر لهذه الزيارة؟ شوف أخي محمد، طبعا حكومة الوفاق أو الشعب الليبي لا يوجد لديه حلفاء إلا تركيا وقطر، باقي العالم بالكامل بنسب متفاوتة صمت عندما هجم الهبود على طرابلس. العالم يريد إرجاع الشعب الليبي بغض النظر عن الاختلاف السياسي. نحن الآن نشخص حالة عامة، الحالة العامة أن هناك رغبة دولية لإرجاع دول الربيع العربي إلى حظيرة الاستبداد. هذه المشكلة ما زال بعض الليبيين فقط اللي أو بعض العرب، بين قوسين جاز التعبير، اللي مش عاجبهم الكلام هذا أو مش خاش دماغاتهم. الأوروبيين نفسهم قالوا الديمقراطية ما تمشيش معكم، يا لازم ترجعوا للحضيرة. يجيك واحد يقول لك لا هذا هو المشروع الدولي، بين قوسين إنهم لازم إرجاع هذه الشعوب للحضيرة. في دولتين وقفوا قدام العالم وبرأس مرفوع وبصوت عالي قالوا الشعب الليبي يستاهل إنه يعيش في دولة المواطنة. نعم. ولما نقوله حضيرة الاستبداد شنو قبلها؟ دولة المواطنة، إني أنا وياك مواطنين في 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 دولتنا، تفرق بيني وبينك الكفاءة والقانون هو اللي يحكم بيناتنا. الدولتين هادو قطر وتركيا وقفوا احنا نقولوا راسهم عريان وقالوا احنا نؤيد الشعب الليبي في خياراته. نعم. المفارقة وين؟ خليني محمد اليوم في الاستوديو ونستطرد لك شوية على الأقل نغلبك قبل تغلب فيا لما انا على السكايب، لكن اليوم نقدر. عرفته المفارقة ان بعض الليبيين مش فاهمين النقطة هذه. بعض الليبيين يبوا يرجعوك ويرجعوا معاك، لاحظتها، يرجعوك يرجعوا معاك للاستبداد. عبيد ما مشيتش، ما يقدروش هواء نقي، ما يقدروش يشموه، لازم يشموا هواء معفن ويشموا هواء مزمر ويكون ذليل ويكون خلاص ريتها مفارقة. تصور تركيا وقطر يبوا قالوا لا، الشعب الليبي يستاهل انه يعيش في حريه، في حريه، دوله مواطنه. جزء من الشعب الليبي يقول لا العكس، ما نبيش حريه. ايه مش ما نبيش، ويقتلك على خاطر انه يردك عبد للحضيره. نعم. ويرد معاك، راه ما عندهاش مانعه، ويخش دار نومك ويقتحم دولاب ملابسك الخاصه وملابس زوجتك، وينتهك الحرمات ويلغم حوشك يدير البيبط كله. نعم. في سبيل انك ترجع عبد ويرجع معك عبد، هو اصلا ما تحررش من داخله يعني، وانت يقادون الى الجنه بالسلاسل وانت تقول يا دعوه، هي هذه دوله المواطنه، دوله الحريه، غير طلع فنزوزتك.
شم الهواء النظيف، فهمت؟ فنرجع لسؤالك أخي محمد، أن هاتان الدولتان قطر وتركيا موقفهم واضح جدا من دعم الحرية ودولة المواطنة في ليبيا والوقوف، وهني الخطر، والخطر الحقيقة أنا أتمنى والله ندير عليه حلقات بصراحة، يعني لأن هذا تاريخ يا محمد، وإحنا اليوم في ثورة المعلوماتية الحلقات هذه حيشوفها أجيال، وإحنا ممكن نسجلها ونحتفظ بها حتى لأولاد أولادنا. اليوم لما توقف ضد المشروع الإماراتي الفرنسي الأردني السعودي المصري الأمريكي، دولة زي تركيا اللي اليوم الليرة متاعها وصلت مستوى قياسي قاعدة تحارب في دول، قطر هذه الدولة الصغيرة جدا والمحاصرة واللي كانوا حيحتلوها لولا الله عز وجل ثم تدخل الحليف التركي، داروا إنزال الأتراك علشان يوقفوا الاحتلال الإماراتي السعودي، وقبلها أفشلوا عملية اغتيال أو محاولة اغتيال ضد الشيخ تميم. عرفت؟ فتخيل أن هذه الدولة هذه توقف ضد هذا المشروع وهي في وسطهم، يعني أنت مش في وسطهم، هي بصراحة يعني كنا نحكوا مع بعض الأصدقاء فقلنا بصراحة يعني القطريين ما عندهمش مع عواقير يا كبدي وباتي كان في الجهاد، ولا محمود عبد الله يقول لك جدي كان، القطريين ما عندهمش، لكن اثبتوا انهم شجعان بصراحه. نعم بانصاف اثبتوا انهم شجعان بدعمهم للشعب الليبي. نعم اللي يقول لك جدي كان مجاهد وجدي يشبح شني وجدي الله اعلم وين كان مع موسوليني ولا مع كذا، طلعوا بيردونا يقتحموا في بيوتنا ويقتلوا في أولادنا وحرقوا بيوتنا ودمروا جنوب طرابلس. واضح جدا. لكن موضوع. دكتور يعني هو في سؤال آخر فقط إشارة لموضوع القبيلة، يعني هو في نيوكل مش عيب أنك أنت تكون عندك قبيلة، لأن المجتمع القطري أساسا هو تركيبة قبلية وما زالوا يفتخروا بها تركيبتهم، لكن إنسان تمد يعني ناس تمدنوا، وقطر هي الأولى عربيا وفي الترتيب العشرة الأولى عالميا يعني في مستوى التعليم. هو يا محمد وجودته الأخيرة أنا ورفلي يعني فإحنا قبل لا هي فقط إشارة وانت يعني وانت كذلك يعني من أحد قبائل زليطن، لكن يا محمد القصة القبلية لما تبدأ هي المحرك الأساسي هنا يبدأ قرارك من قبلي وانتمائك قبلي، ويبدأ ولد عمك الفاسد للقبيلة ولد عمك الفاسد لازم توقف معاه، لأن من قال لا يفتح ربي هذه جاهلية. نعم هذه جاهلية، الولاء والبراء يطلع هنا. طيب هي إشارة فقط دكتور. لكن اللافت في هذه الزيارة تقريبا من نهاية 2011 يعني بعد تحرير طرابلس بشوية، لم يزر العاصمة طرابلس مسؤول. بالزبط. أنت تذكر هذه الزيارة للشيخ تميم عندما كان وليا للعهد. عندما كان وليا للعهد. نعم وفي صورة شهيرة وهو جالس مع المستشار مصطفى عبد الجليل. نعم. ومع فضيلة المفتي ولي العاصمة طرابلس وليبيا يعني. وليبيا لا تتوسل ولا تتسول. نعم. تلك كانت أيام الثورة. نعم. منذ ذلك الحين لم يزر العاصمة طرابلس مسؤول قطري بهذا المستوى. السيد خالد العطية يعني ذو قيمة كبيرة ورجل أهميته كبيرة جدا حتى في المنطقة وعلى مستوى العالم، الرجل عنده نفوذ وعنده علاقات واسعة. شوف شو اللي غير السياسة القطرية؟ سعادة خالد العطية من الشخصيات المرموقة جدا واللي يعملها ألف حساب. نعم. حتى في منطقة الخليج وكل العالم، وهو شخصية محترمة، والعائلة أساسا عائلتهم من أهم العائلات في قطر والمتحالفة مع آل ثاني. يعني اليوم الزيارة حقيقة خليني نقولها لك محمد على بلاطة والإخوة المشاهدين يسمعوني، الحقيقة اليوم جاءت لتعلن للعالم ولتقول لحكومة الوفاق وكل الليبيين أننا نقف بقوة معكم، ولكن نقف معكم
كحكومة تحترم نفسها وتحترم شعبها. هذه نقطة مهمة جدا، إن احنا يا جماعة حلفاء ونحن نقدر تضحية الشعب الليبي ونثمن تضحية الشعب الليبي، ولسنا خجولين في دعم الشعب الليبي، واحنا معريين روسنا بالليبي. يعني هذه هم اكيد ما قالوش معريين روسنا، لكن احنا معريين روسنا في دعمكم ومستعدين ان نمشي الى ابعد مدى في دعمكم، ولكن ادعموا انفسكم يا ليبيين يا حكومة الوفاق. مش معقولة السراج يلهد على فرصة بروحة وما هوش حاسب حد في الملهاد معاه، ومعيتيق حتى هو راكب على الفرس ومقايل وينك يلي تعادينا، ومجلس الدولة في خالد المشري بروحة، والأعضاء كل واحد في جهة، والبرلمان هادو من اللي مجتمعين في طرابلس قاعدين مش قادرين يلموا أنفسهم، قاعدين ما وصلوش النصاب، والحكومة الفساد اللي فيها أزكمت رائحته الأنوف وتردي الأوضاع المعيشية. المواطن الليبي اللي هم يبوا يدعموه علشان ما يوليش للحضيرة، لأن في الأخير المسؤولين يدبروا روسهم، لكن المواطن المتميزر في دب لا كهرباء لا مية لا سيولة لا نهارات غبر، في مخابرات أجنبية أيضا قاعدة تعمل، واحد يعمل لعودة الأزلام وواحد يعمل لا. ولذا الحقيقة الزيارة اليوم لها أكثر من رسالة ولها أكثر من معنى، وبالتالي الحقيقة يجب أن يستفاد منها قدر الإمكان، ويجب أن بعد هذه الزيارة المفروض أن نشهد تحسن في الأداء على كل الصعد. طيب هذا واضح، يعني حتى في بعض التساؤلات عن يعني مواضيع تتعلق بالحياة اليومية للمواطن، وحنرجع لها حنجاوب عليها، خاصة اللي قال جابوا لنا معاهم الضي ولا سراج الرياني، لكن حنرجع لها إن شاء الله الدكتور هذا. لكن اليوم شفنا، يعني أنا حتى يعني على الصعيد الشخصي أثار استغرابي، وهي مشاهد ممكن نشوفها الآن على الشاشة. رأينا وكيل وزارة الدفاع يستقبل الوفدين في المطار ويلتقي بهما، ثم السيد السراج رئيس الحكومة يلتقي بهما في مقر طريق السكة رئاسة مجلس الوزراء، ثم سيد بشاغة وزير الداخلية غير موجود في هذا الاجتماع التقى بهم في كورنتيا، بعدين السيد خالد المشري التقى بهم في المهاري، والله أعلم يعني كم في مسؤول آخر يعني التقوا بهم بروحه. لا هو الصورة واضحة، هنا لقاء مغلق واضح بين السراج وسعادة خالد العطية، بعدين تقلوا للقاء موسع أكثر ووزير الدفاع التركي السيد هكان، بعد ذلك اجتماع موسع حضروا الرؤساء أمراء المناطق العسكرية ورئيس الأركان وأحمد معيتيق وزير الخارجية. يعني هذا مشهد آخر يا شباب. لا هذا لوزير الخارجية، وزير الخارجية الألماني هذا بروحه. يا شباب نرجع للمشاهد المتعلقة بالسيد خالد العطية وزير الدفاع القطري ووزير الدفاع التركي. هذا اللقاء الخاص، خلي المواطن بحيث يتبعنا بالزبط. هذا اللقاء الخاص واضح أن هناك رسائل خاصة، بعدين انتقلوا إلى إلى لقاء موسع، والسيد معيتيق حاضر وكيل وزارة الدفاع النمروش، ومعها الشريف ومعه اللواء جويلي فريق الشريف، نعم. ناقص الحداد وعبد الباسط مروان، لكن كويس يعني اللي حضر فيه البركة. طيب طبعا لو لاحظت الحضور مع خالد العطية كانوا فيه ضباط قطريين وأتراك. الحقيقة هذه أولا منتكلموا على جانبين محمد، جانب الرسائل الخاصة. الرسائل الخاصة منتكلموا بصراحة،
قبل الرسائل الخاصه، لكن يعني هو عندنا الان هذه الرسائل متعلقه بموضوع اللقاءات اللي هي يعني لكل شخصيه على حده. كويس، هذه مهمه جدا محمد. الرسائل الخاصه في كلمتين وما تطلبش اكثر، ان يا جماعه احنا بندعمكم لكن وقفوا مع روحكم شويه، ما يجيش احنا انا جاي ندعمكم وانتم طايحين كفوف في بعضكم. لا، وقفوا كويس ووحدوا صفكم واحترموا انفسكم. يعني السراج مداير ما في راسه، اللي يبي عينه يعينه واللي ما يبيش ما يبيش. النواصي مدايره ما في راسها، بنحكي بصراحه يعني ما يهمني حد تعرفني عرفته. النواصي مدايره ما في راسها، تضغط على السراج عليه كان كذا، الردع حتى هي اشبع شني الجماعه ما ينفعش. وكيل وزاره الصحه لان دعم السراج لهد على فرص وما موقفه حد، مليار واش على كورونا لاعبين فيها الناس، شركه الكهرباء مدايرين كذا، البريد علي العساوي لأنه ما وقعش قرار قرقاب، فصلة السراج عزلة من وزارة الاقتصاد، حط بومطاري تي هو الواحد وزارة وما يقدرش يشدها، توشاد المالية والاقتصاد كيف يا جماعة؟ هذه القصة كبيرة عرفت. معيتيق يكلم في الإدارة القانونية متاع الرئاسي، الإدارة القانونية المفروض الإدارة القانونية للرئاسي مش للسراج. عادل اشتاوي ما هوش محسب حد إلا السراج. والسراج انت يا سيد السراج، المستشارين متاعك اللي الوزير ما عنداش كلمة في وزارته، المستشار متاعك اقوى من الوزراء. في تصوري ان اللقاءات الخاصة يعني في كلمتين لموا حوسة حوشكم. احنا هذه قلت لك معركتنا معركة وعي، مش ما نطلعش انا علشان تعرفني يا معم عرفت. فهذه اللقاءات الخاصة لموا حوسة حوشكم، عندكم قوات في سرت والجفرة، شن وضعها إلى هذا الحد؟ يعني وصل الوضع داخل حكومة الوفاق؟ اي نعم، إلى أكثر من هيك محمد، إلى أكثر من هيك، وأنت تعرفني أنا يعني أتحفظ بشكل كبير جدا، إلى أكثر من هيك. ممكن الناس دكتور الوضع في حكومة الوفاق سيء جدا. طيب الناس دكتور تبيني نحكي راه نحكي يعني والله. طيب ممكن حنجرها طبعا مسؤولية. لأن الناس تسأل يعني الناس ما تعرفش من هذا الوضع المتشدي داخل حكومة الوفاق إلا سوء الخدمات، تردي الخدمات، بعض التراشقات الإعلامية بين مسؤول ومسؤول، ديوان محاسبة ومسؤول إلى غير ذلك. لكن أنت تشير إلى أمور خطيرة، حتى أن وفود دولية دول تتحالف معك وجاية تبي تدعمك وقاعدة توجهلك في رسائل زي هي تقول لك ضم حوشة حوشة. مش أول مرة أخذها، مش أول مرة. الأتراك والقطريين يزهقوا من الوضع الليبي الداخلي إلى الدرجة هذه يعني. نعم، وأكثر يا محمد وأكثر. يعني إذا كان ممكن دكتور إنك أنت تضعنا في صورة يعني ما يمكن محمد، إحنا الآن أنا نبي ندعمك ونبي ندعمك من منطلقات ابتدائية عندي، يعني مبدأي هذا موقفي المبدئي، لأني شفت أن هناك دول محور الشر يبوا يرجعوك للاستبداد والديكتاتورية، وأنا نبي ندعمك. لكن أنت خليك في الفورما، خليك قد هذا الدعم. أنت متحالفة مع قطر الصغيرة صغيرة، لما دعمتها تركيا محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري مش معاشر قد في حوشة، معاش ولا لقطر كل يوم في عاصمة صحيح يرقد في طيارته. تخيل يا محمد للدرجة هذه، يوم يحصل ليلة في فندق يعتبر مبحبح، يرقد في طيارته، قعد شهور ما ولاش لقطر. يعني وبالتالي تركيا لما وقفت مع قطر أوضحت قطر هزمة التحالف، هزمة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين الدول المقاطعة، وقعدوا موقفهم أمام مواطنيهم مخزي. لكن الحكومة القطرية كانت في الفورمة، نعم حققت نجاح كبير جدا بشكل رهيب، كانت في المستوى
على كل الصعد، وهي التي حاصرت الدول الأربع. اليوم السعودية محاصرة جدا، مش محاصرة، كل الجهات. اليوم الشعب السعودي الخجلان، خاصة بعد فتح الأجواء السعودية للطيران الإسرائيلي للذهاب إلى دبي وأبو ظبي، السعوديين خجلانين. تصور هذه بعد 4 سنوات. يعني شفت الأداء، احنا بعد 5 سنوات من حكومة الوفاق الحكاية في النازل، كل يوم أسوأ. يعني تصور انت، دعمونا والحمد لله بفضل تضحيات شبابنا، شباب البركان وتوارنا البواسل، وتضحيات طردنا العائل الهبود، لكن الوضع الداخلي يا محمد في تردي، فما مش في الفورمة، عيطوا نتشوا الاتراك طبعا، ما يبوا في اشياء ما يقدروش يتدخلوا فيها، يعني ما يقدروش يقولوا لك يا سراج راهو اللي حاطه غادي ما ينفعش، شو ندخله فيك؟ هذه يقولوها الاماراتيين لخليفه حفتر، يقولوها السعوديين، لا الاتراك والقطريين، وانا اشهد الله على هذا، يعني اشهد الله على هذا، حتى يعني طيل الدعمهم عمره ما تدخلوا بطريقة. لكن اللبيب من الإشارة يفهم، أنت احنا ندعم فيك علشان تكونوا أسرة واحدة ولحمة واحدة، وتقدروا الوضع اللي فيه بلادكم والمؤامرة عليكم. مش السراج يلهد على فرس وما هوش متلفت التالي، ومعيتيق يلهد على فرسين وما هوش لها متلفت التالي، والمستشارين هذين ما همش حاسبين بشر معاهم، والفساد وصل إلى مليارات مش ملايين، مش مئات ملايين، والشعب متميزر. ففي تصوري أن اللقاءات الخاصة كانت في رسائل واضحة للالتفات إلى الوضع الداخلي، وطبعا اللقاءات العامة أنها توضح حجم المؤامرة، وربما بعض الطروحات اللي والتفاهمات اللي مطروحة فوق الطاولة. الآن احنا وصلنا لمرحلة ان في كثير من التفاهمات مطروحة على الطاولة، في كثير من المسارات مطروحة على الطاولة، في كثير من اذا جاز التعبير من السبل اللي ممكن يصير فيها الحل الليبي. نعم واضح، مطروحة على الطاولة. هذا ممكن نجو شوي تاني، لكن قبل ذلك احنا نتكلم على الزيارة الآن، زيارة وزير الدفاع التركي ووزير الدفاع القطري، وأنت أشرت إلى مسألة الخلافات اللي موجودة داخل حكومة الوفاق. هناك ملاحظة أخرى دكتور، يعني ممكن عندنا حتى الفيديو بتاع الاستقبال في مطار معيتيقا لوزراء الدفاع، ويعني شفت أن في أكثر من شخص يعني لاحظ هذه الملاحظة، يبدو أن هناك ضعف حتى في أداء المراسم وفي أداء الخارجية، والمراسم تقريبا تابعة لوزارة الخارجية. دكتور هناك ضعف في المراسم اليوم في استقبال وزراء الدفاع، يعني على مستوى عالي، شخصيات على مستوى عالي، سواء كان التركي خلوصي أكار أو القطري سيد خالد العطية، هنشوفه في الفيديو الآن. أنا محمد قبل هذا بصراحة أحيي كل الإخوة اللي معانا على اللايف، أنا تعودت أني نحييهم. نجاة بوشهيوة وأخونا علي الشامخ سويحلي وعائشة أحمد وأخونا من ريف الحسيمة المنتصر المقدمي. طيب وكل سراج الرياني وأنس حمزة، كل الإخوة الحقيقة دائما هذوما، لأني لما على السكايب دائما فما نبيش أني نهضم لهم حقوقهم. طيب في احنا عندنا هذا الفيديو مكتب الاستقبال، لو تعودوا لنا الفيديو من البداية، يعني حتى الإضاءة مختلفة في الصالة يا دكتور، الإضاءة ما فيش، الكراسي يعني اللي مقعمزين عليها الضيوف شيء غريب، يعني ما فيش لا تشريفات ولا شيء، مجرد يعتقدوا انه هو سجاد احمر هيك وخلاص يفردوه ويمشي، يعني الامور ما فيش اي مظهر من مظاهر الدوله اللي تحترم نفسها وعندها مراسم. يعني واحنا عندنا كوادر كبيره دكتور في وزاره الخارجيه، المفروض هي من الوزارات المعمره سواء بشخوصها والا بتاريخها. يعني خليني نقول لك محمد، اولا جماعه ما همش برانيه، عارفين اللي هناك، تا
تو احنا قبل شويه قلنا ايه معليش لكن هذه صور تتناقل فيها وكالات انبادك. خليني نقول لك بس ثاني جايك يعني اللي هم ما همش برانيه عارفين اللي هناك فما يقولوا كيف حمره في الوجه ولا غصه في الخاطر عرفتوا. لكن خليني اني نقول لك شيء للاسف ما نبيش نقول لك ان احنا حتى موظفينا بالبنطوات نتكلم صراحه محمد اني بصراحه لو ما فيش اهتمام من الراس بالموضوع ويوقف باي ديتيلز يديروا اي عفسه. تعرف اني بنقول لك حاجه والله ربما تستغربها، موظف في وزارة الخارجية اللي يصدر في الجوازات الدبلوماسية تمام ما عجباش شكلك ما يحبكش قاعد أخضر من الأخير وانت دبلوماسي أصلا وانت دبلوماسي يدين لك جواز الباسبور متاعك وراو باسبور حق فلوس ووقت والمفروض يدين لك مثلا تاريخ الإصدار يوم 10/1/2015 ويدين لك تاريخ الانتهاء المفروض 4 سنوات 10/1/2015 في نفس يعني هو صدر وانتهى بالتوقيع فقط ايه وعلشان كان في قتله وباي راجي عط لك اسبوع هيك جو. هذه صارت ليني وقاعد ماشي بيه لليوم وزبطه من اول لحظه وما بيتش نعطيه الفرصه وما نستعملش فيها يعني. لكن المهم أو قصة إنك أنت درتها باي درتها تصور إيه نعم ومش غلطة رأيه بإصرار مقصودة, يعني. مقصودة جماعة المراسم في منهم خضر بصراحة نعرفهم أنا أتوقع أن جاي قطري تخليها هيك تمرميد وللأسف نقولها لك بصراحة رأي قصة إن البونطوات شغالة ممكن المشاهد الآن يقول احنا لو نشوفوا الفيديو يا دكتور تحشن نخلوه يقدم شويه في الجلسه بس يعني حنشوفوهم هم قامزين لو شفت الصوره يعني انت حتى الجلسه ما تقولش وكيل وزاره الدفاع مقامز بين زوز وزراء من كبار وزراء الدفاع على مستوى العالم يعني الصالونات هذه مستوى المنطقه على الاقل التشريفات شوف كيف الجلسه شيء غريب صراحه يعني هذا مستفز يعني اضاءه القاعه قاعه التشريفات هذه قاعه كبار الزوار في ميتيقا الإضاءة مختلفة كل جهة الإعلام جايبين الإعلام حاطينهم الصالونات بصراحة يعني متاع والله عندنا مربيع في طرابلس أحسن منها نعم صحيح بصراحة محمد صحيح بخلي المشاهدين ممكن والله شيء مستفز بصراحة عرفها يعني الله غالب الله غالب نقولها لك بصراحة نقولها لك لو أيام المراسم والله ما يمشي الكلام هذا صحيح وانا هذا علاش اشرت لك انه في يعني كان يعني كانوا عندنا شخصيات كبيره مش شخصيات انا اذكر ايام المؤتمر الوطني خلي المواطن يسمع اقسم بالله العظيم الاستاذ نوري نقول له يا رجل اطلع من الموضوع يقعد يتبع باي ديتيلز صور لين بادق التفاصيل يا استاذ نوري يقول لا تعرف وين بيوقف الولاد شو لابسين من اللي بيحضر ما لا يجوا هردميسة أعضاء مؤتمر ولا عضو مؤتمر يجي في نص كم ولا مش في الوقت ولا تقعميزة ولا حتى فردة الواحد بالعكس تصور ما شاء الله بصراحة أنا واحد من الزملاء قال لي طيب يعني المحتوى شن كان الله غالب الشكل هيكي احنا اهتمينا بموضوع الشكل هذا لأنه هو مظهر من مظاهر الدولة أنت قاعد تقول الدولة المدنية وتقاتل من أجلها وعندك شباب دفعت أرواحها من أجل أنك أنت يعني تحافظ على هذا المكسب مكسب الدولة المدنية مش هذا يا محمد يعني نشوف احنا يعني المشكلة أن عنا احنا في نفس القاعة وبنفس الصالونات والله لو أجر واحدة من صلاة الأفراح أستر من الصالة هذه دكتور. والله يا محمد في نفس الصالة وبنفس الصالونات باستطاعتهم يديروا صحيح. أحسن من هيك صحيح. في نفس الصالة وبنفس الصالونات غير ناس تبي تدير عندها ذوق وأنا شفت الصالة هذه في زيارات سابقة كيف يا راجل أنت شفتها الصالة صالة كبار الزوار صحيح. صالة كبار الزوار نفسها من أيام معمر نعم وبصراحة ما ناقصها شيء ويا سيدي انت صالة كبار الزوار عندك مش مناسبة اطلع بهم طول هذه المراسم
يا محمد ما تستقبلهمش في خصال كبار الزوار إذا مش مناسبة. أطلع بهم طول، ما فيش داعي للصورة هذه. عموما أنا مع الأخ، خلينا نطلع من موضوع. طيب لا هي فقط إشارة يعني، لأنها كانت لفتة مهمة. هذا مظهر الدولة الآن، هادو حلفاء وعارفين اللي موجود، لكن يعني أنس قال لك، أنس قال لك لاصقين في بعضهم، ما فيش مسافة، ما تقولش كورونا بك. والله ما بيت نقولها يا أنس. المشكلة إن سلموا على بعضهم بالكتف ولاصقين ما يجيش. تصور لو درتهم، هذه هي، هذا قلت لك بنفس الكراسي، لو دارهم كراسي متباعدات ولا ما فيش إمكانيات أطلع بهم طول. أنت سلام ما بيش تسلم عليه لأن كورونا ولابس كمامة وبيطلع بهم طول. ليش الحشمة هذه ملصقهم في بعضهم؟ تقول واحد طلبة مدرسة يعني. طيب في السابق دكتور كانت في زيارة لوزير الخارجية التركي، كانت هذه الزيارة ثنائية مع وزير خارجية مالطا. اليوم شاهدنا الأتراك يعيدون الكرب، رغم أن وزير الدفاع التركي يعني زار ليبيا كذا مرة بعد الاتفاق الأخير، لكن هذه المرة يزورها رفقة وزير الدفاع القطري، أو جاءوا في نفس الوقت يعني. في دلالة على هذه الثنائية في هذه الزيارات للمسؤولين الأتراك؟ شوف محمد، الملف الليبي عند خلوصي أكار رقم واحد، الأهمية متاع هاي بريوريتي، أهمية قصوى، رقم واحد يعني. خلينا نقول لك رقم واحد عند وزير الدفاع التركي. بالتالي أي خيط يتحكم به في اللعبة حيلعب به. مع مالطا أفشلوا عملية إيريني. إيش مهمتها عملية إيريني؟ المهمة الرئيسية مراقبة البواخر التركية التي تجلب في الدعم لحكومة الوفاق. مالطا كان موقفها أخلاقي لما شافت الصور للأسلحة، ولما شافت الطيران اللي ينزل في قاعة الخادم الإماراتية، قال لهم ماشي احنيك، لأن عضو في إيريني مالطا، قلت يا جماعة أنا معاكم في إيريني لكن تبقوا على الجميع، على الجميع والأسلحة. أنت اللي يا فرنسا اللي متزعم إيريني، هذه أسلحة فرنسية واصلة في حفتر، منين وصلت؟ احرج وصار كلاش بين وزير الخارجيه المالطي والفرنسي. هو احنا حنرجعوا لها قصه ايريني هذه الان. ايه ماشي الحال. هني الاتراك محمد، لان مالطا وميناء اقرب دوله اوروبيه لطرابلس، فيلعبوا على المثلث هذا. هذا خيط. بالنسبه لقطر، قطر حليف استراتيجي، وبالتالي لا وبعد اخر. فانت يعني الموضوع أفهم بالطريقة هذه، والأخ المشاهد والأخت المشاهدة، أن خلوصي أكار أي خيط يتحكم في المعادلة الليبية مهما كان صغير زي مالطا فهو يتعامل معاه بشكل جدي. ما تنساش أنه لما طلع من طرابلس نزل في مالطا وعقد اجتماعات في مالطا مع وزير الخارجية ومع رئيس الوزراء ومع الموظفين المالطيين، مسؤولين المالطيين. وبعدين وزير الداخلية المالطي التقي مع فتحي باشاغا والمسؤولين الأتراك في أنقرة، وحتى وزير الخارجية أيضا. القطريين تعرف أن دائما حاضرين في أنقرة دائما، ما فيش اجتماع يخص ليبيا ما يكونوش موجودين فيه، لأنهم دعم أساسي لل. لكن اللافت أنهم هذه المرة يعني أعلنوا صراحة بزيارة وزير الدفاع. هم قلت لك معرين روسهم، لكن إنه يأتي سعادة خالد العطية لطرابلس هذه لها بعد آخر تماما. وقلت لك في الرسائل الخاصة والرسائل العامة، وأيضا ما نبي نقول حاجة، أن الحليف التركي هذه المرة نزل بالحليف القطري لطرابلس علشان أيضا مزيد من الضغط على الهردميسة اللي موجودة في طرابلس. واضح جدا. احنا حنجولي موضوع النتائج يعني ممكن نتكلم عليها شوي، لكن في معلومة تناقلها كثير من الناس يعني حتى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أن في وفد روسي جاي لطرابلس. هل عندك معلومة حول هذا؟
شوف خلينا إذا تبينا ما نتكلموش على زيارة الوفد الروسي فين طب، خلينا نحكوا على الوضع الروسي. طيب نسجلها معنا النقطة هذه ونوجهها. ايه كويس، لأن طيب. لأن في تقدم كبير في الموقف الروسي لازم نحكوا فيه بالتفصيل. تمام نرجع لها إن شاء الله. النتائج ما الذي نتج عن هذه الزيارة؟ شوف ما قلت لك، النتائج أولا ضرورة ترتيب البيت الداخلي. شن هو ترتيب البيت الداخلي؟ واحد السراج وإدارته للمجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي وإدارته للدولة. بمعنى وضع المواطن. اثنين وضع الدولة. أنت اليوم ماني منسل محمد، اليوم أنت عليك مؤامرة وحرب والدنيا كلها مشغولة بالوضع في ليبيا. اليوم مكالمة مهمة بين بوتين وأردوغان. صحيح. تخيل دول كبيرة جدا قاعدة تتواصل مع بعض علشان، تخيل أن ليبيا ما فيهاش رئيس مخابرات. شيء يحشم، شيء ما تعرف شوين تحطه. لا لو كان نقول لك الأسماء اللي مطروحة سربت هي ومن اللي طرحها شيء يحشم. المشكلة الأسماء هذه، السراج يقول، السراج مش قادر يقول لا للناس اللي ضغط عليه. من طرح هذه الأسماء؟ النواصي. مش معقولة هردة ميسة شندخل النواصي تطرح مسؤول في المخابرات. شندخل مسؤولين النواصي، شيء ما تعرفش وين تحطه يعني. علي عيننا وراسنا، توار مقاتلين بلا بلا بلا، نمشوا فيه الموضوع. لكن انك انت تقعد حط لي فلان وحط لي علتان، معناه من لوموش على عبد الباسط مروان ولامس اللي يتكلم عليه معتيق وكاجمان. كل واحد يلزم حده وكل واحد يعرف حدوده يا راجل. شنو هي الدولة اللي احنا نبو نبنوها إذا كان النواصي يفرضوا لي في مسؤولين في المخابرات وفي الدولة، وإذا كان كتيبة توار طرابلس تفرض في شنو اسمه هذا الشبوب اللي كان في تونس اللي بعدين مشي زار حفتر، شنو اسمه؟ قنصل كان ولا مش عارف. تخيل قنصل المفروض معروف، ممكن هذاك كان في فترة سابقة تغير، مش فترة سابقة، فترة حكومة الوفاق الآن. نعم لكن هي تغيرت حتى تركيبة الكتيبة يعني. هي تغيرت حتى تركيبة الكتيبة عموما يعني. احنا الكلام هذا هو مش موجه لهذه الكتائب. لا موجه، لا 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 لا، أنا موجه للكتيبة يا محمد. أنا محمود عبد يوجه فيه لكل كتيبة، واللي بيزايد علي يتفضل، واللي عنده سهم في ليبيا أكثر مني يتفضل، واللي يدافع لليبيا أكثر مني يتفضل، واللي في 17 فبراير قبلي يتفضل وتفضل، واللي متجمر علي بحاجة يتفضل، وما نحس في حد. أنا لا موجه لكل واحد منه. هاشم بشرين عم هيتم التجوري بالاسم، كاتب التوار طرابلس من أعلى واحد أنا ما نعرفها، كاتب طرابلس التوار طرابلس اللي نعرفها الحاراتي، هاشم بشر، فتح الورفلي، هذا من الناس اللي أبو زيد. لك تقريبا هذه الأسماء تغيرت يا دكتور. أنا ما مش بالك شبيبة لليوم ما يعرفوش الكلام هذا. هذا نتكلم في 2011 في الجبل ما كانش فيه. بعدين هيتم التجوري ما مش موجود في كتيبة توار طرابلس لما تس. بعدين جي هيتم وعلاقتي به كانت جيدة. لكن أنا نتكلم على ليبيا. واضح. اليوم إحنا حلفاء بحجم تركيا وقطر يقعدوا واحلين بالطريقة هذه، لأن محمود عبد العزيز يبي واحد، لأن أمر سرية ولا أمر كتيبة يحطه غادي، ما هو نسمي نفسي النواصي ولا قدور ولا مش عارف، يبي واحد يحطه غادي، هيتم يبي قنصل ولا مش عارف، وغنيوة يبي كذا، مش ما ينفعش. والأزهري فنان أشبح من يبي شن اسمه، سميه لي التانيين. أنا والله ما قلت لك، يعني مش على مستوى الأشخاص، يعني أتكلم بصفة عامة، لقلت صفتهم لقلت نعتهم، فهم؟ يعني أتكلم على مستوى دولة، موقف خاصة يعني. إيه على موقف خاصة طالب. أما اليوم يا إخواني موقفنا بايخ جدا يا محمد.
موقفنا اليوم احنا نصارعوا في مشروع ارجاع ليبيا للاستبداد والديكتاتورية. الردع مش عارف حتى هم الشيخ عبد الرؤوف يبي، مش معقولة يا اخواني موقفنا بايخ. راهو كان ما قالوه الكموش ويجاملوا فيكم، لا 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 لا، ربي يبارك في الجميع ويحفظ الجميع، وكل واحد دار حاجة لليبيا ان شاء الله ربي يحفظه ويبارك له في عويلته. لكن يا اخواني راهو كلكم اسمعوها مني، نيه كل الاخوة والاصدقاء واللي يعرفوني، راهو اللي اي واحد راهو الدنيا مش متدرج فيها شيء، وحلفانا يعرفوا كل شيء بالتفصيل، وموقفنا بايخ جدا بايخ جدا. قصة الضغوط وقصة كذا يا جماعة، ونقول لكم راهو وضعت اللي في طرابلس، راهو يا جماعة موقفنا بايخ. أسئلة أحيانا تقعمز أنت مع مسؤولين، والله ينقعد يبخني عرق، أقسم بالله يبخ فينا عرق يا محمد، مع أنني خارج المشهد 5 سنين احنا حتى ليبيا ما نجوهاش، لكن بصراحة ما نقدرش أنا ونقعد مرات تقعد تقول في كلام بايخ، عارف وظابطينك اللي قدامك حتى لغة الجسد حافظينها هم. مش معقولة يا جماعة، احنا قاتلنا وبارك الله في كل من ساهم في بركان الغضب، سواء الشباب اللي قعدوا في توار طرابلس ولا النواصي ولا الردع ولا ابو سليم اللي هي ما شاء الله اكبر عدد شهداء منهم ربي يحفظهم، طبعا مصراتة، الزنتان، كل المدن، الزاوية، الجبل، الامازيغ، العرب ربي يحفظ مسلاتة والخمس وزليطن وكل هالناس الطيبة. لكن يا اخواننا قصة الضغوط، عينوا لي قنصل، عينوا لي ملحق صحي. هل السراج دكتور، يعني هل السيد السراج وهو يعني الرئيس بقرار من مجلس الأمن الدولي، يعني يمتلك قوة هذه الشرعية وقوة هذه الورقة، هل هو فعلا يعني خاضع لهذه الضغوطات؟ هل هو يخاف فعلا من هذه الضغوطات؟ اي نعم. ما السبب؟ اي نعم. ما السبب؟ المشكلة السراج لا تعرف عبيط لا يستعبط. طيب نحكي لي تجي في الناس، لما قلنا وفاق وحكومة وفاق ويجب التوافق، ومن يوم 4/4 يجب التواصل مع الجميع والتوافق مع الجميع، يسكر في رأس عليه توار فبراير. نقول هالك بمنتهى الصراحة، أي واحد ضد الصخيرات وخاصة من جماعة المؤتمر ولا من اللي يسموه ما نحباش الاسم تيار دار الإفتاء، شيء مسكر عليهم هو والمستشارين متاعه كلهم. تخيل حتى اللي تصور للدرجة هذه، بعدين يجي قدام واحدة من الواحد ينخ شيخوخهم، فما تعرفش انت وين تحطه بصراحة. وحط عليه معيتيك، وحط محمد العماري واحمد حمزة مسكين، هذا ما ندروش عليه حي ولا ميت، حتى بالك تشوفها بل تلقاه في اجتماعات، ولا مستحيل تشوفها في اجتماعات ولا تلقاه يستقبل وفود، ما تقولش شاد تركينا يمص فيها وخلاص. عرفت هذا الأفق متاعها، هذا الله غالب. الله غالب. طيب هل ستكون لهذه النتائج أي انعكاسات؟ هي النتائج بالأساس أنت قلت لي الرسائل الخاصة اللي أعطوها للمسؤولين. أنا خليها الرسائل الخاصة اللي أعطوها للمسؤولين يا محمد متاع لموا حوسة حوشكم. وأنا ممكن أنتم ما يقولها لكمش إخواني للتوار أمراء السرايا أمراء الكتايب، والله نقولها لكم أنا، راهو ممكن التانيين وانتم تعرفوها كويس، راهو مد العالم ما وغافل على شيء، وأرجوكم أرجوكم أرجوكم فكوا روحكم، وكل واحد يقوم بواجبة المنصوص عليه قانونا هيك من الأخير. وأكثر من هيك راهو البلاد معاش تحمل، والحلفاء متاعنا طايرت لهم، وممكن يكون هذا توريط للثوار اصلا. والله يعني ما نبي، ما قلت لك ما نبيش شتو توريط، هم في توريط هم. طيب تزامنت هذه الزيارة مع زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم للعاصمة طرابلس، والتقى ايضا بالسيد السراج، موجود عندنا الفيديو يعني ممكن يطلع وحضرتك تتكلم. هل لهذا التزامن دلالات؟ لا، أنا نقول لك إن الألمان قاعدين يبدلوا في وساطة، لأن الألمان كان عندهم الاجتماع الأخير متاع برلين،
والألمان يحاولوا إنجاح مسار برلين بين قوسين. ولو كان نقول لك مسار برلين توا الناس اللي قاعدة مختلفة في طرابلس واللي قاعدة تدعك واللي قاعدين نوجه لهم في نصايح، لو كان نقول لهم شو اللي يخدموا لكم فيه في مسار برلين توا ما عادش جاي منهم للأسف. والله الكلام هو المهم. خلينا في زيارة وزير الخارجية الألماني. الألمان قلت لك بما أنه هو مسار برلين يحاول بث الروح في تفاهمات برلين، ولذا لو لاحظت حتى أنه كان مشي لعقيلة صالح ومشي للرجمة قابل المتمرد واليوم في طرابلس. فيحاول الألمان بث الروح، ضخ دماء جديدة لتفاهمات برلين. وإلى حد الآن لم أجد شخصيا لم أجد أي رابط بين زيارة الأتراك والقطريين مع زيارة الألمان، لم أجد أي رابط. طيب هو كان يعني كان في مؤتمر صحفي في رئاسة مجلس الوزراء بين وزير الخارجية محمد سيالة وأيضا وزير الخارجية الألماني. ملفات كثيرة طرحت، هي أبرزها موضوع الحل منزوع السلاح صرح به وزير الخارجية الألماني، وأيضا أشار وزير الخارجية يعني كانت له بعض الإشارات اللي لافتة، رفض حكومة الوفاق لعملية إيريني مثلا، وقال بأنها تدعم صراحة المعتدي باعتبارها تركت الحدود الليبية المصرية وسماها بالاسم. نعم. وأيضا الأجواء. نعم. وكذلك تحدث عن الحل السياسي وقال بأن ليبيا والأزمة الليبية يعني لا تحتمل مزيد من المبادرات. وعندنا حتى يعني بعض الأجزاء من هذا المؤتمر الصحفي، لو ناخذ بداية كلام وزير الخارجية الألماني دكتور نسمع جزء منه. لو تعطونا الفيديو يا شباب، هذا الفيديو دكتور أنا نتفرج عليه جاتي. آسف. الصوت يا شباب أعطونا الصوت. الحديث حول الوضع الحالي في ليبيا، لأن يعني حاليا تسكت الأسلحة، لكن الهدوء خدام بسبب التسلح على الجانبين، التسلح الجاري على الجانبين بسبب الدعم الدولي. هناك خطر كبير للتصعيد العسكري، لذلك تحدثنا حول الضرورة المطلقة لإحراز تقدم في مباحثات ليبيا حول وقف إطلاق النار. هذه هي النقطة الأهم بالنسبة لنا. فبشكل مبدئي توافقون على منطقة منزوعة السلاح، هذا اقتراح للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، هي الخطوة الأولى لهذا الاقتراح، تسريح مدينة سرت ونزع السلاح في مدينة سرت. هذا مهم جدا حتى لا يخاف سكان سرت وعددهم 130,000 لا يخشون العنف إن العنف من جديد. لكن هناك أيضا خطوات أخرى جانب من كلمة وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي، يقول نحن الآن في وضع صحيح، يعني ما فيش قتال، لكن هذا الهدوء أو هذه الهدنة أو هذا الوقف للقتال خداع، وأننا يعني نتخوف من احتمال انفجار الوضع مرة أخرى ويخشى على أهالي سرت. طبعا طبعا شوف خليني نقول لك محمد، العالم إلى حد الآن لما يتكلموا قاعدين يساووا بين الجلاد والضحية. هذه اللي بصراحة يعني على الأقل لما تحكي مع صحفي ولا مع مسؤول تقول له بس غير تعال أنت فهمني، راو يوم 4/4/2019 كان فيه هجوم، وراو عندك خليك من الكلام، خلينا نتكلم على الناحية الإنسانية، عندك أكثر من 200,000 نازح قاعدين ما ولوش لحياشهم لأن في ألغام وفي كذا، عندنا ضحايا ألغام بالمئات، عندنا بيوت تدمرت، عندنا تعال ناقشني فيها من المجرم، على الأقل أنت حاسب المجرم.
أما اليوم أنت قاعد تقول وقف إطلاق نار بين مني ومني، بين المجرم اللي هجم على طرابلس، اللي دمر، اللي كنت يوم 16 أنت حضرتك يوم 16/4/2019 كنت ماشي لخدامس، رفعني هيك، رفعني مدين لي حبل في رقبتي ورفعني لخدامس وجايب حفتر علشان تعطيه منصب في الدولة. يوم 4/4 حفتر فك الحبل وهجم على طرابلس ودمر سنة وشهرين الموت فينا. وين كنت انت سنة وشهرين لم تقدم اي مبادرة لإنقاذي، لإنقاذ أولادي، لإنقاذ بناتي، لإنقاذ عاصمة فيها 3 مليون نسمة؟ هذه اللغة اللي يجب أن يتكلموا بها هادم، هذه اللغة. ولا كلامي مش حقي يا محمد، بالله تجرد من كل شيء وقول لي، هذه اللغة، هذه الدبلوماسية. مش الدبلوماسية أنك تنحني إرادة دولية ومجتمع دولي، لا، هذه اللغة اللي يجب أنك تتكلم بها. انت درت لي حبل في رقبتي ورفعتني لخدامس، ودرت حبل في رقبة حفتر ورفعتها لخدامس، 3 سنين واني نفاوض وفي الاخير مشينا لخدامس خلاص يوم 16. يوم 4 حفتر رخيت للحبل وطلقت علي. اليوم جاي تقول لي وقف اطلاق نار، وقف اطلاق نار بين طرفين، من هم الطرفين يا اخواني؟ هذه جرائم، هذه مقابر جماعية في ترهونة، تفضلوا شاهدها العالم كله. هذه جنوب طرابلس، جنوب طرابلس منطقة ضخمة تمتد من العزيزية وصياد والهيرة إلى تجورة، عين زارة، وادي الربيع، مشروع الهضبة. هذه أكبر من مدن كاملة في بعض الدول متاعهم اللي يتكلموا عليها، اللي لو ضربها إعصار من ربي. مرة قلتها لصحفي، والله العظيم يتكلم عليه إعصار، احتمال إعصار يقترب من شواطئ فلوريدا. قلت له هل تعلم أن في إعصار يقوده واحد اسمه حفتر ما تكلمتوش عليه، يدمر في جنوب طرابلس هذا العام الماضي؟ كل يوم القتل والتدمير، إعصار انقلبت عليه ويقترب ويرصدوا لي فيه. لو تذكر العام الماضي يا محمد شو اسمه هو الإعصار، عرف يقترب ويقيسوا فيه بالملي. ويا اخواني في وين الجانب الاخلاقي؟ في إعصار يضرب في جنوب طرابلس 3 مليون نسمه. اليوم تجي تكلم لي السيد شو اسمه ماس، هو هايكو ماس، ايه، يتكلم لي عليه وقف اطلاق نار بين طرفين. يا محترم، من هم الطرفين؟ هذا المفروض، ده المفروض أن ينتظر في عقوبات دولية. ما هذه الانحدار الأخلاقي اللي تعانوا منه؟ هيك المفروض. وأنا حتى نكون صريح، كلمة سيالة بصراحة، مع أني يتهجى فيها، ما عجبتنيش قريتها يعني. كأن لك كانت فيها جوانب مهمة، كانت فيها للأمانة، صحيح كانت فيها جوانب قوية بصراحة. نحن ناخدوها إن شاء الله كلمة السيد وزير الخارجية محمد سيالة، لكن عندنا فاصل قصير دكتور أستاذنو. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نستأذن منكم للخروج إلى هذا الفاصل، ونواصل معكم إن شاء الله الجزء الثاني من هذه الحلقة مع الدكتور محمود عبد العزيز. الحقيقة المقاتلين الآن في الجبهات هم القوة الأولى وليست القوة المساندة، وهم الذين يدافعون عن الدين والأرض والعرض، بل دفعوا بهم إلى مرتبة عالية
وهي مرتبة الشهادة، وهي الدفاع عن الحق، وهذا الذي خلقنا من أجله، خلقنا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأب وكان الأخرة، كان الأب وكان الأخ، كان لما تضيق على أهل بنغازي جميعا ودرنا وجدابيا كانوا يلجؤون له في تجورة بالذات. ندين جرائم الحصار والتجويع وقصف العائلات والتنكيل بها وقتل الشيوخ والأطفال والنساء والنساء العزة للأبرياء في قنفودة الصابرة المصابرة. الله أكبر. زاد في الآن موت ارتاح للصيحة. أهلا مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة مع الدكتور محمود عبد العزيز. نرحب بالدكتور مرة أخرى. دكتور، كنا نتكلم على المؤتمر الصحفي اللي كان بين وزير الخارجية ونظيره الألماني، وتحدثنا على كلام هايكو ماس. في عندنا كلام لوزير الخارجية محمد سيالة عن العملية السياسية والحل السياسي ومساعي سيالة. للأمانة محمد، حتى يعلم المشاهد أن في قناة التناصح وبين السطور ومحمد الخلاب أخي الصغير ومحمود عبد العزيز، نقول للمحسن أحسنت ولو اختلفنا معه. ما عندناش مشكلة شخصية مع أحد، لما ننتقد ننتقد في سيالة في أدائه، لما نقوله ما عندناش وزارة. لكن اليوم صراحة نقول لك الكلمة بتاعه في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية إلى حد ما فيها كلام ممتاز، كانت فيها رسائل واضحة، كان فيها رسائل ممتازة صراحة يعني. طيب، لو تعطونا شباب الجانب اللي تكلم فيه السيد وزير الخارجية حول الوضع السياسي والحل السياسي، مساعي الحل السياسي، نشوفوا دكتور هذا الجانب. صوت بس. نحن في حكومة الوفاق نتطلع لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، ولا نرى خياراً آخر، ولا نحتاج لمزيد من المبادرات. وقعنا في موسكو على المساعي التركية الروسية، وذهبنا في يناير 2020 إلى مؤتمر برلين وقبلنا بمخرجاته نقاطه 55 بما فيها المسار العسكري 5+5 والاقتصادي والسياسي، والتي اعتمدها مجلس الأمن بقراره 25/10. وتنفيذا لذلك شجعنا وساهمنا في اجتماعات المسارات الثلاث. لا نريد من يعيدنا ثانية لشبح الحرب في سرت أو جفرة أو غيرها، ونؤمن الإيمان الكامل بأن الطريق لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة مساراته واضحة: الاتفاق على قاعدة دستورية توطئة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولا بد من منع استعمال النفط في تزكية الصراع، وأن تعود حقوله ومرافق تصديره تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط فقط. طيب، كان هذا جانب من حديث وزير الخارجية في لقائه مع نظيره الألماني حول الأوضاع السياسية. كان فيه يعني مجموعة من النقاط اللي تطرق لها، منها موضوع النفط. هو كلمة كويسة. نعم. مع أني قلت لك دائما أتحفظ على مخرجات برلين الخمسة وخمسين هذه، لأن فيها ما يتحفظ عليه بصراحة، وللآن إحنا تكلمنا عليها في وقتها، لكن إذا من تروا من باب وذكر ممكن خصوا لها حلقة، لأن أصبحت الآن الدندنة حولها كثيرة. لكن رسائل واضحة،
قلت لك لما نرجع للجانب الأخلاقي واللغة اللي يجب يتكلموا بها، أنت اليوم منو اللي موجود في سرت والجفرة؟ من هم؟ الفاغنر والجنجويد. أنا أتحداهم من بين السطور على التناصح أن يطلعوا لي أي كتائب ليبية موجودة في سرت والجفرة. خاطي شوية السلفيين. المداخلة تقصد؟ ايه ايه المداخل، ايه ما معروفة هذه، فاهم؟ الكويسين معروفين، السلف كلنا سلفيين، عرفت؟ كان بالمعنى الكويس كلنا سلفيين. لكن انك تجي اليوم اللي يتحكم في المشهد معروفة. اليوم رجب طيب أردوغان كحليف أساسي موقع مع حكومة واتفاقية وكذا. بوتين اليوم لما يحكي مع رجب طيب أردوغان، قداش ليكم، قداش ليكم ما شفتوش واحد يحكي معاه حفتر؟ آه، واليوم القطريين والأتراك مجتمعين مع السراج ومع ميتيق ومع باشاغة ومع كدل هلما كله، مع تحفظنا وتكلمنا وحكينا الساعة كاملة وإحنا نحكوا في الموضوع. لكن اليوم بوتين ولا شايغو وزير الدفاع متاعه ولا لافروف وزير الخارجية يجي للرجمة ويحكي مع حفتر ولا مع التني ولا يطلع في مؤتمر صحفي مع شو اسمه الوليد هذا اللي يخدم مع التني، انا عارفاش الحويج، الحويج ايه، ولا يطلع لافروف أو سيالة طالع مع وزير خارجية ألماني، تمام؟ لافروف أقسم بالله العظيم يا محمد، لو لافروف يطلع في مؤتمر صحفي من بنغازي مع 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 عبد الهادي الحويش، ثاني يوم ممكن الشمس تزرق من مغرب. يا راجل ما فيش، ما همش حاسبينهم بكل، ما همش حاسبينهم رسمي يعني. واحسب اني مطلع عني على الموقف الروسي، عرفه؟ مش موجودين بكل. حكينا الحلقه اللي فاتت على اجتماع قيله مع رئيس مجلس الشيوخ الروسي، واضح حاجه لعنه. طيب بالنسبه لحديث السيد سيالة على موضوع النفط واقفال الموانئ النفطيه وتاكيده على، يعني يبدو ان كان في كلام دبلوماسي باعتبار أن الموقف هو موقف دبلوماسي بحضور نظيره وزير الخارجية الألماني، كان في حديث على أن الكل يريد وقف إطلاق النار والكل يريد إنهاء القتال والحرب. تحدث على موضوع النفط وعلى أنها يعني من الشروط الأساسية أن تعود موانئ وحقول النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط دون غيرها. اليوم من اللي مسكر موانئ النفط؟ فاغنر، غير ما قالهاش سيال مسكرينها فاغنر، والكفوف فيهم. فاغنر خشوا لمعسكر في السدرة كامبو، اطلع درق وجهك هكي ويديات سودة هكي بالروسي، اقلب خليقتك من هنا، وطلعوا يا محمد وموجود ومسجل في النت، وطلعوا الشبيبة، بعض الشبيبة قالوا ايه خشوا علينا الروس وطلعونا، وذكر يقول الكلام هذا في مشرق. ونقولها لكم، الراجل يطلع يقول الكلام هذا، يا رجل ما فيش، ما فيش اليوم، فاهم؟ بنغازي والخردة وحط لي فلان دبورة ولا عقيد وحط له هذا التيريري كله، لكن اللي موجودين في السدرة واللي موجودين في الحقول واللي موجودين اللي يتحكموا في المشهد في سرت والجفرة الروس، ما فيش غيرهم بكل. طيب والإماراتيين يدفعوا والسعوديين يدفعوا، وإن شاء الله اللهم إن شاء الله ملكهم حيزول عن قريب إن شاء الله. واضح جدا. نمر سريعا إلى الجانب الآخر من كلمة وزير الخارجية محمد سيالة في المؤتمر الصحفي حول عملية إيريني، نشير إليها فقط. أعطونا الفيديو شباب. لقد رفضت حكومة الوفاق بشدة عملية إيريني، فهي حق أريد به باطل.
لأنها بوضعها القائم موجهة فقط لحكومة الوفاق الوطني لمنعها من أي مساعدات لمقاومة العدوان، ولا تراقب توريدات السلاح وجلب المقاتلين المرتزقة جواً وبحراً وعبر الحدود البرية الليبية المصرية، فهي بذلك لا تنفذ قرار مجلس الأمن بل تخترقه وتدعم المعتدي. طيب كان هذا جانب تخترقه وتدعم المعتدي. نعم. قلت لك أنا بصراحة تابعت المؤتمر في حينه. أنا شوف ربي عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. شو معنى شنآن قوم؟ انكم ما تحبهمش ولا مش هاضمينهم على الا تعدلوا. شنآن اللي هو البغض، على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. هذا احنا الحق المحسن نقولوا له احسن. نشهد بالله اليوم المؤتمر نتاع الحاج هذا سيالة، نشهد بالله الا كويس بصراحة. لأول أنا عجبني بغض النظر موقفي من سيالة، وديما ديما كشخص بالعكس والله أنا ما عنديش مشكلة مع أي شخص. تقصد المواقف السياسية والاختيار؟ إيه الأداء، الأداء، أداء كوزير خارجية ليبيا في المرحلة اللي فاتت هذه. نعم. والمرحلة اللي قاعد فيها نشهد بالله ما ينفع. وراقيت لي وخاصة السفرات واللي صاير في السفر نقعد نحكي لك وبالحقائق وما يقدرش ينكرها. هو بروحه ما يقدرش ينكرها. لكن اليوم الكلام تاعه بصراحة قعدت نتفرج مع الألماني عجبني، يعني من ناحية أن وزير خارجية ليبيا اليوم عنده جرعة شجاعة بصراحة، والموقف كلامه في المؤتمر الصحفي بدون تعليق. نعم. حتى لو بتزيد عليه بتزيد عليه شوية يعني ديكور، لكن الكلام عجبني. ممكن وطبعا أنت ما تلبيش الناس كلها عندها الروح الثوري. الرجل ما هوش فبرايري، ما عندهاش الروح الثوري، وبالتالي يتكلم انه كوزير خارجيه تكنوقراط، خطر على التكنوقراط. طيب موضوع الموقف الروسي دكتور، كانت في مباحثات اليوم روسيه تركيه واتصال بين الرئيس منديلك في اختبار انا راول والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. باش تفكرش يا محمد كم لينا حلقه قلت لك راهو الموقف الروسي في ليبيا يبوا يحققوا منه نتائج في مناطق أخرى. فكراش قديش لها، لها فترة طويلة حلقات. إيه قلت لك سوريا، أذربيجان، أرمينيا، ناغورنو كاراباخ، شرق أوكرانيا، تفكر فيها ولا لا؟ نعم. شبه جزيرة القرم اللي هو بعد تركي، معروفين تتار القرم اللي توا داروا جسر توا من روسيا للقرم، عاش تطلع بالكوبري، ربطها بروسيا واعلنوا ضمها كذلك. لا اعلنوا ضمها من من نعم. من الحرب مع، لكن تصور اعطوهم حتى الباسبور الروسي. لكن تخيل عندي صديقي كنت نكلم فيه الاسبوع اللي فات كان مشي جوله، قال لي مشيت بالجسر تمت، معاش قبل تلف لها عن طريق اوكرانيا تو. لا هذه المناطق يا محمد تخيل ان هذا بالفعل ما يجري. اللي المشكلة في المغفلين اللي يحسبوا إن الروس حيقعدوا في سرة والجفرة، مش حيقعدوا. واليوم مكالمة بوتين وأردوغان تنصب في مجملها على الوضع في سوريا. سوريا بالنسبة للروس أهم مليون مرة من ليبيا. واجدهم في ليبيا مستعدين غدوة لو يحصلوا المكاسب اللي يبوها في المناطق اللي قلت لك عليها، ودعم تركي مطلق في المناطق هذه، غدوة يطلعوا من سرت. غدوة، غدوة اللي هو الجمعة ولا غدوة شنو؟ غدوة ثلاث. غدوة ثلاث حيطلعوا من سرت والجفرة. تصور، تصور للدرجة هذه. لكن أنت أشرت في بداية الحلقة أن تقريبا في تغيير في الموقف الروسي. هل تغير الموقف؟ هذا هو اللي قلت لك عليه. الآن الأتراك شدوا، الأمريكان شدين، عرفتوا. الروس يبوا يحققوا أكبر، مش من مصلحتهم يوميا يكلفهم ملايين،
يا محمد. التواجد في ليبيا. التواجد في ليبيا يكلف. فالروس إذا حققوا المطالب نتاعهم يضموا الصكوة الانسحاب من ترهونة. في لمح البصر. في لمح البصر خلوا خلوهم الجفة ديهم القتل المجرمين خلوهم معليش مؤخراتهم مكشوفة. والله هذا القتلة اللي قتلوا أهلهم وجيرانهم وهجموا على واللي كانوا يفحجوا والفاند اللي كان ترهونة ويفحج في لحظة حتى جرد قالك في سوريا طويلة. والله يمكن في والله قالوها تراهنا والله جماعة ترهونة قالوا في سوريا طويلة عرفتوا والله تصور يعني معاش هذيك كان يدف الطواجين الترهونيات وما زال تجيبه ومسكينة هذيك مريم ولا مش عارف اللي تغسل فيها في الطنجرة هذيك في الصينية المهم مناظر سببه سحر حشمونا ومع جيراننا وأحبابنا وناسنا يعني للأسف ارتكبوا مجازر في حق أهالي ترهونة الشرخ الاجتماعي يعني. يا راجل في داخل المدينة من غير يعني حتى جيراننا في داخل المدينة يا راجل الحوشي نيلي حرقوه تراهنا يا راجل تشم من درق عليك يا محمد للأسف الشديد حوشي نيلي حرقوه تراهنا تخيل باع الكنيات ايه طبعا طبعا ما انا اصحابي اكيد مش هو ايه تخيل يعني اللي شوف الفجر وشوف فهم يعني خلي آلاف البيوت يا راجل والألغام والناس اللي ماتت وفي الأخير هربوا لما سيرجي وديمتري تفاهموا مع الاتراك شيء طلعوا عليه لوحة لا لواء تاسع لا لواء كرنكاتي قاعدين ساكنين في مدارس جدابية وأهل جدابية طلعوا في فيديوهات بالله يا محمد كم مرة نطلب منك تحطوا لي الفيديو القصير لي من جدابية اللي مقعمز عليه كرسي كبير هذاك اللي يقول الترهون علينا لكن كتروا علينا جدابية ولا كتروا تراهنا في جدابية حط الفيديو خلي الناس تشوفه لا مش موجود عندي لا إيه؟ نحاول نجهز الحلقه الجايه تخيل اهل جدابيه ايش كل النهار مساكين اهل جدابيه كرماء وكويسين ومحترمين لكن جرائم القتل في بنغازي من الكانيات جماعه اللواء التاسع زي الرز مشو بإجرامهم غادي مشو بإجرامهم محلات انا شفت فيديو اصحاب محلات يقول لك هاو تراهنا ورصاصهم رموه عليهم في شارع دبي ولا فينيسيا ولا شنسمالي في بنغازي هذا تخيل كانوا يفحجوا وكانوا يقتلوا وكانوا السجون متاعهم شيء حتى ايام القذافي ما صارش السجن حشاك زي حجرة الكلاب ويولعوا فوق منه في النار والمجازر اللي كل اليوم لليوم لا غدوة لا بعد غدوة في ناس مفقودة في ناس مفقودة يعني في مازال في مجازر مازال في مقابر جماعية محمد في لحظة معاش لقينا حد منهم سرت والجفرة نفس الشيء ونقولها لك حتشوفهم نفس الموقف وخلك من أي تصريحات تانية نفس الموقف حيحدث في سرت والجفرة وأنا قلت لك من 4-5 أسابيع ويكرروا لك اليوم ومكالمة اليوم بوتين أردوغان تصب في هذا الاتجاه واضح جدا البعض يقول بأن زيارة وزير الدفاع القطري ووزير الدفاع التركي كانت رسالة موجهة للروس وللمنطقة وكأنهم يلوحون بقرب انفجار الوضع والتقدم نحو سرت والجفرة أنا لا أتمنى هذا ولا أتوقع ذلك على فكرة أخو خالد العطية سفير قطر في موسكو يعني تعتقد أن في ربط في الموضوع ما لا, لا لا فقط معلومة رجعنا لموضوع روسيا إحنا موضوع الوفد الروسي اللي أشيع أنه هو زار أو يزور طرابلس الله أعلم يعني مش عارف إذا كان وصل أو لا ما فيش لكن معلومات رسمية ما فيش تصريح رسمي شوف محمد خلينا منها دكتور يختار ما يقول لا والله مش ما هو القصة أن ليس كل ما يعرف يقال لكن طيب هو في وفد أو ما فيش يعني
أنا ما سمعتش شخصياً، أنا شخصياً ما عنديش المعلومة هذه، لكن نعرف إن في دعوات ستوجه إلى ليبيين حيمشوا لموسكو. ليبيين؟ نعم. حكومة الوفاق تقصد؟ حكومة الوفاق وغير حكومة الوفاق. والطرف الآخر؟ إيه نعم، الروس الآن موقفهم يتغير، تقارير كثيرة جداً وخاصة من ماكسيم اللي كان مسجون. إيه تقارير خطيرة جدا يعني. تقارير بخصوص ليست في صالح حفتر بوكل لا من قريب ولا من بعيد. هذا تقرير العميل الروسي المسجون في طرابلس. إيه من زمان كان مسجون يتو في حوشه روح. إيه لكن زماني دكتور يعني ما تغيرتش مواقف روسيا. لا تغير. علاش بتتغير توا؟ إيه ما قلت لك أنا الآن شوف محمد لما تكلم على روسيا وأمريكا والدول الكبيرة هذه موقفها الآن في صراع في ليبيا ما بين قوة كبيرة جدا، فكل واحد ما هو جاي يتنزه، جاي علشان يحقق مصالحه، عرفها؟ فالروس بدون أن يحققوا مصالحهم وضمانات مش حيسلموا بسهولة، لكن أنا أتوقع أن الروس مش حيقاتلوا في سرت والجفرنة. طيب ما كانش في جديد في شوف محمد خليني نقول لك شيء الروسية خليني نقول لك شيء فقط يعني خليني نكمل النقطة هذه دكتور. نعم. لأنها متعلقة بالسؤال. اليوم الرئاسة التركية هي اللي أعلنت عن الروسية عفوا اللي أعلنت عن الاتصال بين بوتين وأردوغان. لم يعلن عن شيء جديد، قالوا اتفقوا على مواصلة المشاورات. إيه طبعا شن تنتظر، طبعا هذه مكالمة سرية بين رئيسين بكل تأكيد لن يعلن إلا أعلن أن الملف السوري والليبي هما الملفين اللي تم بحثهم واتفق على مواصلة المشاورات. خلاص كل واحد سمع من الثاني وينقلوا للموظفين متاعهم وتعليماتهم لكن أنا ما نقول لك شيء، الروس بعد أفغانستان عقيدة الجيش الروسي وصانع القرار الروسي بعد أفغانستان تغيرت بشكل كبير جدا. لو توضحها في عجالة دكتور. هزيمتهم في أفغانستان محمد بعد توقف حرب أفغانستان بعيني رأيت ضباط يتسولون في شوارع روسيا وأيديهم وأرجلهم مقطوعة. هذا المشهد لا يريده الروس أن يتكرر، تمام؟ استحدثوا فاغنر، لكن فاغنر لإيهام الناس كمخرج قانوني، لكن الشارع الروسي المواطن الروسي يعلم ذلك. في أغنية أنا نشرتها على صفحتي بالروسي مقاتل روسي ما تقولي شو عرضها طبعا هي وصلتك انت كنت بعدتها لك غير ما انتبهت لهاش عرفته لان احنا في التناصح ممنوع الكلام هذا طبعا ايه بالضبط موضوع موسيقى انا ما يعني ما نعرفش المشاهد اللي فيها لكن لا هي كلمات قوية هي كلمات مقاتل روسي بعت رسالة لأمه يقول لها يعني نبي نروح ما نبيش أن هيك ما نستحضرش الكلمات لكن معناها ما نبيش نلقى نفس المصير اللي لقوه زملائي في أفغانستان في ليبيا وموزمبيق في ليبيا نعم يعني يتكلم على الوضع اللي توه يعني في ليبيا هو مقاتل في ليبيا وتصور هذه انتشر في السوشيال ميديا في روسيا بشكل كبير جدا وأصبحت يتناقلوها النشطاء الروس تخيل لأن في الذاكرة الروسية طبعا لما نتكلموا على الشعب الروسي نتكلموا على شعب يعني عريق جدا يعني عرفت مستحضر المشهد الأفغاني المشهد الأفغاني يا محمد المقاتلين يعني عقدة أصابتهم أيام الاتحاد السوفيتي مش توا راهو أيام الحرب الباردة تخيل قلت لك بعيني شوف الضباط جنرالات أقسم بالله يتسولوا في شوارع لينينغراد وموسكو وببدلة العسكرية وإيده مقطوعة وكاتب ورقة بعيني قلت لك تخيل
إني لي من ضحايا أفغانستان والآن لا أجد ما أكل. تخيل. وأحياناً تلقى حاط في جنبه كلب حشاك. هذه في ذاكرة شعب زي شعب روسيا قاعد يستحضر في بيتر بيرفي في بطرس الأول والملكة كاترينا القيصر المشهورة والعصر والحياة القيصرية، شعب عنده ذاكرة خطيرة جدا. اليوم تبي ينسى منظر جنرالاته هم يتسولوا في شوارع المدن الروسية، في شوارع المدن في شرق روسيا العشرات زي ما حكون للناس اليوم، وطبعا ريبورتات الآن حتى موجودة في اليوتيوب واضح جدا، واضح جدا. اليوم مش مستعدين يخوضوا حرب في سرت والجفرة ويعود المشهد متاع الناس المقطعة يديها وارجلها في شوارع موسكو وسان بطرسبورغ ويكاترينبورغ و طيب هذا بس هني محمد أنا من نرجعك إلى حلقة سابقة في بين السطور لما قعدنا نقول للشباب أرجوكم أعرضوا أي فيديو لقتل روس أو لأسرى روس أعرضهم لأنها حتأثر في الشارع الروسي واضح جدا في صانع يعني القرار مع أن روسيا عندما تقرر الرئاسة ويقرر الرئيس بوتين يعني ينتفي كل شيء للرأي العام ولا غيره لأنه عندما قرر أن يكون في سوريا كان في سوريا إيه لكن لا الرأي العام لي دور محمد ما تهزاش عليه الشارع الروسي خليك من خاصة في مكان مثل ليبيا يعني هو لا يمثل أهمية كبرى لا بالضبط لا والروس أولوية عفوا لأنه ذو أهمية بالنسبة للروس الروس ما عندهمش عداء أو ما عندهمش النزعة الاستعمارية اللي عند الفرنسيين والإيطاليين مثلا إيطاليا في الأخير يقول لك هذه إحنا كانت مستعمرة من مستعمراتنا الفرنسيين طول عمرهم عايشين على خير مستعمراتهم تونس الجزائر المغرب أفريقيا فيتنام إلى ما هنالك لبنان سوريا فهمت اليوم أنت منجز لي في صحراء ليبيا سوريا في مصالح في قاعدة لاذقية حميمية لا لا أن الجيش الروسي بالكامل تدريبات المخابرات الروسية المخابرات السورية بالكامل المخابرات العسكرية الروسية المخابرات الجوية المخابرات كذا طبعا واضح جدا طيب كلهم في موسكو واضح جدا نتجاوز هذا الملف يعني المباحثات التركية الروسية مباحثات تركية أخرى مع الأمريكان كلام هايكو ماس اليوم يبدو منسجم مع كلام الأمريكان عن حل منزوع السلاح في سرت والجفرة وهذا يعني عبر عليه حتى وزير الخارجية الأمريكي الأيام الماضية في اتصال مع نظيره التركي وتم بحث الأزمة الليبية ما الذي يدور دكتور في تلك الدوائر غير ما يعلن للناس شوف محمد اللي الآن المطروح أنه ينسحبوا الروس والجنجويد من سرت والجفرة لكن يا قوات البركان ما تخشوهاش فهمت انت احنا مستعدين للانسحاب هي المشكلة تبك اللي توا اللي يحسبوا الروس بيدافعوا عليهم هذه المشكلة هي تصور هذا الحل لو وافقوا عليه البركان راو الروس نسحبوا بصراحة نقولها لك تصور احنا مستعدين ننسحب بكرة لكن نبوا ضمانات ان البركان ما يخشوش كيف هذه أرض ليبية أنت تاني حكومة وفاق ومعترف بيها دوليا وتقول لي ما تخش تشيل الكلام الفاضي هذا فهمت أنت هذا ليش هذا يقول شمعنا الحل منزوع السلاح يا إحنا الروس هنا انسحبنا لكن انسحبنا ما تخشوش بعدنا اقعدوا وين ما أنتم بايو سرت والجفرة تقعد منطقة منزوعة السلاح كيف منزوعة السلاح طبعا هذه العقلية الخبيثة لتقسيم ليبيا أنا نقولها لك بصراحة هذا هو البند الأول في تقسيم ليبيا لو تمت الموافقة عليه وللأسف في ليبيين كثير يطبلوا لهذا وإن كان توزيع المتمرد ومن خلف المتمرد وحكومة التنين وعقيلة صالح وهالشرادم هذه كلها
تسعى، هي تظن انها تحمي كرسها، وهو البند الاول في تقسيم ليبيا. محمد، هذه المأساة بصراحة، للأسف الشديد نقول الكلام هذا لأول مرة. أنا هذا البند الأول في تقسيم ليبيا، وهم ما يهمهمش إلا كراسيهم، وكأن الفراطيس هذين جاي مكتوب على جبهته أنه يقعد مسؤول في ليبيا. شيء مخزي. ولذا بصراحة نقولها لك، لما نقارن مواقف هؤلاء مع مواقف رجال المؤتمر الوطني اللي انسحبوا واخدوا خطوة الخلف 5 سنوات وغرغم ما عرض عليهم من مناصب، لا أني شيني هم جايبتني مسؤول، تو كان يعني أهل للمسؤولية تو جيني، وإذا مش أهل لها بسلامتها، لكن ما يكتبش علي يا ربي أني يتقاتل الليبيين بسببي. هذا كان موقف المؤتمر الوطني. للأسف الشديد هؤلاء يتقاتلوا الليبيين وتنقسم ليبيا وتخرب ويموتوا الآلاف، المهم أني نقعد في المنصب. هذا لسان حال عقيلة صالح، ولسان حال المتمرد وفروخة، ولسان حال كل مسؤول في المنطقة الشرقية الآن. أنا نقولها وخلي التاريخ يسجل. تخيل يا محمد، أول بند ويجي يقول لك، وتلقاه للأسف أكبر كذابين الآباء المؤسسون والوحدة ليبيا. تخيل البند المطروح الآن، وهو والله 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 ثلاثة على الهواء مباشرة يا محمد، إن الكلام هذا من 5 سنين سمعته من مسؤول أوروبي. صور شوف، بعد 5 سنوات اليوم مطروح. أنا ما صدقتاش وقلت لليبيا لن تكون إلا واحد، وكتبتها في صفحتي يومها في 2015، كتبتها في صفحتي وقلت التقيت، وللأسف الرجل قال لي ليبيا مطروح عليكم التقسيم، أسعوا لعدم حدوث التقسيم إذا تبوا ليبيا واحدة. قلت أنا شنو هالهورا اللي يقول فيه؟ تمين اللي بيرضى بيه الكلام هذا؟ تصور اليوم الحل المطروح سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، يطلعوا منها الجنجويد والفاغنر، ما تخشهاش قوات حكومة الوفاق، وفي سواتر ترابية شرق مدينة سرت إلى الجفرة إلى زلة والمناطق ديك، سواتر ترابية موجودة. وأنا أتمنى أن الإعلام يركز عليها ويظهرها، وخلي الليبيين يتحملوا مسؤوليتهم، لا أنت ولي أمرهم الليبيين ولا أنا وكيل آدم علي دريتا يا محمد. طيب خلي يتحملوا مسؤوليتهم كل واحد، لأن للأسف تو تلقاهم اللي يطلعوا طلعوا قالوا يا غرياني يا غرياني 5 سنين الشعب اللي يعاني، واللي طلعوا يسبوا في المؤتمر، واللي طلعوا يشوهوا في الشرفاء ويتكلموا على الشرفاء أو خلي يمشوا يحلوها بسنونهم تو. طيب واضح جدا دكتور. ميدانيا في موقع عسكري روسي تحدث على أن حفتر يقوم بنشر منظومات صواريخ روسية. حفتر شني يا رجل؟ طيب هم أشاروا إلى ذلك الطرف. ما فيش يا رجل، في فاغنر. قول لي فاغنر، نقول لك حفتر لا ينشر حتى فراعيم عشان ينشرهم. تو خليني تو والله الكلسون عبير موسى تو نخرج يخش طيب الكلسون حفتر. طيب دكتور نتجاوز النقطة، معلش. لا ما ودي لما تقول لي ينشر حفتر. لطفي العبدلي في فنان أنيق اسمه لطفي العبدلي في تونس، عرفت؟ هذه عبير موسي اللي دارت البيبط في الشعب التونسي، ووقفت البرلمان ووقفت كذا، طلع لها بمسرحية تكلم عليه كلسون عبير موسي، راح فيها عبير موسي وخش التونس في بعض. تو انت جايني يا رجل احنا نتكلم عليه فاغنر واس 300 تقول لي في حفتر ينشر؟ تخليني يا رجل من الواحد واضح، ما ناقص الا تقول لي عقيلة صالح. طيب دكتور أنا أتحفظ بصراحة على شن تتحفظ بعد ما تفضلت بي حضرتك على عبير موسي ولا على كلسون عبير موسي؟ طيب دكتور عموما هي في حتى اتفاقيات، مثلا اتفاقية الخزي بتاع الإمارات، حفظ عليك كلسون حفظ سموها عفوا يا دكتور، سموها اتفاقية إبراهام، عادي جدا يسموه حفتر ينشر، هم الروس اللي ينشروا. عموما مش هذه المشكلة والله يا محمد، خليني نقول للناس حاجة مهمة. تصور من الأشياء الغريبة، ما والله نكلم فيكم جديات، لأن هم الصحافة العالمية تو لما تجي ممكن تشوف النقلة اللي بنقولها لك. أكبر شلالات في أفريقيا شو اسمها محمد؟ شلالات فيكتوريا. وين موجودات؟ في أفريقيا، مسمينهم على ملكة بريطانيا. شن علاقة ملكة بريطانيا فيكتوريا بشلالات في أفريقيا؟
وقاعدين العالم كله وكل خرائط الدنيا واتفاقيات وكذا اسمها شلالات فيكتور، صور مكتشفها واحد رحالة خطرت عليه قال هاي نسموهم عليه الملكة متاعنا. داي والقبائل الأفريقية راهو عندهم اسم القبائل الأفريقية لشلالات فيكتوريا، العالم تناساها. يجيك اليوم موقع يقول لك قوات حفتر تنشر منظومة الستلتمية، ما نقدرش يا محمد والله ما نقدرش، خليني نتجاوز، ما نقدرش نقول للمواطن الليبي ان حفتر ينشر منظومة الستلتمية، لا اللي تنشر هي فاغنر. طيب ويوم فاغنر تقرر الانسحاب حتضمهم وترفعهم لروسيا، مش حيقعدوا واضح لان منظومات بانتسر يا محمد. هذا دورنا احنا لما نطلع. هو عموما دكتور احنا مش موضوعنا من ينشر، انت دكتور اردت ان تشير اليه. طيب انا كصحفي نقلت لك ما ذكره موقع عسكري روسي، خليني نقراه زي ما يبي الدكتور. توا كشف موقع عسكري روسي ان مش حفتر يقوم بنشر انظمه صواريخ روسيه في مناطق سيطرته. ايوه تمام. المهم صح. هو الطرف اللي ضد حكومه الوفاق صح. وتركيا. طيب تحسبا لمواجهة محتملة مع سفن تركية مع قوات ليبية صح. مدعومة من تركيا. أيضا العميد عبد الهادي دراه أشار إلى هذا أكثر من مرة صح. وأن الطيران مازال مستمر يعني مع اللاذقية. وإحنا أشرنا مع اللاذقية. نعم واضح نعم. جدا نعم. فهل فعلا يعني المواجهة حتمية؟ ما هو محمد هذه مش شرط تكون في سرته والجفرة يعني. شوف محمد قناعتي الشخصية وقلتها أكثر من مرة، السلاح يشرو فيه يوم الراحة. ما ينفعش إن بوتين يتصل بأردوغان يحكي معه على ليبيا وهو ما عنداش منظومات تنشر إس 300 وبانسر وش اسمها الثانية هي منظومة حتى هي مهمة كانت عندنا منها إحنا عرفت نشروها. نعم ما ينفعش علشان يعزز موقفه لازم، ما ينفعش يتكلم على الامريكان على ليبيا وهو ما عنداش وطائراته مش مدايره خط ما بين حميميم والجفره وما بين حميميم وقاعده الخادم. ما ينفعش ان هو يتكلم على ليبيا والمرتزقه الاكراد والمرتزقه الدروز والمرتزقه الروس من كل الدنيا ينزلوا في ليبيا علشان يعزز موقعه ويعزز المكالمة بتاعه. تبدأ أن رئيس روسيا صح في اعتقاده هو لازم يكون عنده حاجة على الأرض، وبالتالي هذا كلام مزبوط. لكن ما تقوليش حفتر بس. طيب ننتقل إلى ملف آخر يعني خاصة نحن قريب يعني نختم الحلقة، لكن في ملف آخر مهم جدا للأسف. معاناة الناس يا دكتور ما زالت في تزايد، كورونا ما زالت يعني توقع المزيد من الإصابات وتحصد المزيد من الأرواح، واقع معيشي مأساوي للأسف متأزم. أحد الإخوة في البث المباشر بكري قال لك يعني تخيل أنه هو ينتظر في أن حلفائنا الأتراك والقطريين يجيبوا له الضي معهم ويجوا. قصدي شوف إلى أي درجة فعلا الوضع في الشارع الليبي ووضع المواطن متأزم إلى أبعد الحدود. يعني الناس تغلي يا دكتور فعلا. تخيل الكهرباء حرب نفسية في الساعة، يهرب مرتين وثلاثة واربعة وخمسة. كيف بيخلوك في الساعة الواحدة كيف بيخلوك تترحم على أيام القدافي؟ أنت قول لي بس، جاوبني على هذه، حتتريح وحتكيف وحتعرف كل أنت كيف بيخلوك تترحم على أيام العشرة فرادي بربع. إيه لكن اليوم أنت بعد 9 سنوات من الثورة، إذا أنت المسؤول اللي موجود في البلاد اليوم هو مسؤول فاشل. إذا كان مسؤول جبهة الثورة من هو؟ لا كان ستوب. مسؤول جبهة لا الثورة. ستوب محمد. لا 2012-2013 الأجيال كلها من نيني ورت على جاي ما شافوش خير في عمرهم بالكامل زي 2012-2013 اللي حكمت فيهم فبراير. فبراير لم تحكم إلا 2012-2013 يا محمد. هذا ردنا على كل واحد يتهجم على فبراير. 2012-2013 حكمة فبراير. 2012-2013 لا ليست فبراير اللي تحكم. من يحكم دكتور؟ يحكم نظام معمر القدافي الآن وشلة من الفاسدين والمارقين مع بعض الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة.
للأسف الناس تشوف الناس تشوف يا دكتور هذه الحقيقة في رئيس الحكومة السيد السراج يخرج في ذكرى 17 فبراير ويوجه في كلمة ويوقع على أن يوم 17 فبراير عطلة ويقول الثورة ومبادئ الثورة يعني أن هو السيد السراج نعم قال الثورة في آخر ذكرى في آخر ذكرى نعم في 2016 اللي قبلها ما نعرفش الحق في 2017 شن قال والله ما جابها خلينا نكون واضحين يا رجل السراج قال هذه الحكومة يا سيدي خلينا من السراج من أهل فبراير الدكتور عبد الرحمن السويحلي قالها بفم المليان أن الحكومة هذه لن تكون فيها رائحة فبراير لما احنا في موضوع الصخيرات والمؤتمر الوطني هذه الحكومة لا علاقة لها بفبراير كل الجماعة اللي هم أيدوا الصخيرات ومشوا مع الصخيرات قالوا هذه الحكومة رائحة فبراير ما فيهاش بدليل أنك أنت توار ومصر عليه أنك توار ولا يمك خادمها في الحكومة مسؤول والله يا نقولها لك ومعي لهذا شاهد ودليل وبالاسم تقصد قبل بركان الغضب وبعد بركان الغضب في مسؤولين داخل الحكومة يمثلوا زي من أعطيني فبراير سيد فتحي بشغة هو من لا قلت لك يعني وبعض من فبراير نعم هو مسؤول ايه مسؤول كبير داخل الحكومة ماشي تعال يا سيدي خليني ما نخش في الداخلية الضباط بتاع الأمن الداخلي اللي كانوا يحققوا مع الشباب كلهم ولوا وهم اللي حققوا توا هم اللي حققوا وبالاسم تبيني تو نقول لك بالاسم لا خلينا عاد نبدو في ايه والله بالاسم واللي موجودين في الردع وفي النواصي بالاسم واحد منهم اهو ما نبيش نقول لك واحد منهم كان في مالطا 6 ولا 7 سنين هارب لمالطا من 2011 توا يحقق عقيد ولا عبالك حتى اعطوه عميد ولا وموره يا سيدي كانكم ريتوا ان البلاد بتمشي هيك يا ليبيين ماشي لكن مش تقصوا اهل فبراير مش شهر فبراير يبدا فيهم الاعتقالات وما يقدرش واحد يطلع يقول لي لاني كان هذا بنقول الاسماء كلها هنا ما يقدرش واحد يقول لي لا يا محمد او طيب. على الهواء مباشره طيب. كان هذا هنا بنحط كل الاسماء ومعي كل الاسماء كل الضباط الامن الداخلي والخارجي اللي ولوا بالاسم عندي هذه لكن احنا معلش الان بيولوا وفي قانون ومعاش الهرداميسة لولا متاع التهامي خالد وعبد الله السنوسي وصلاح المشري والدفنقي الاول ماشي الحال لكن على عيني وراسي خلاص انتم ضباط وعندكم حس امني وتعرفوا شو معنى التحقيق وتعرفوا كذا يا سيدي اللي 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 بيشكي فيكم يمشي اوانا للنائب العام متفقين لكن مش التوار تبعدوهم مش التوار تلوحوهم مش التوار تبدو تعتقلوا فيهم لان فلان كذا وفلان ما نبيش نسمي حوادث انا راه نقول لك عندي ورق واضح جدا دكتور احنا نتجاوزوها يعني لان هذه ازمه اخرى بروحها يعني هل رصدت او ترصد دكتور اي تطور في مسار حل هذه الازمات ام ان الوضع الافق ما زال مسدود؟ الافق مسدود محمد للاسف ما السبب هو سر هو رئيس الحكومه يعني السيد الرئيس فايز السراج اليس من مصلحته ان ينجح في قياده الدوله اليس من مصلحته ان يبقى على كرسي الرئاسه وهو مرفوع الراس وقد خدم شعبه يعني هو قاعد الان فيما فات 5 سنين اربع سنوات يعني محمد ما فيش اي تقدم هو وعد بان ال100 يوم الاولى حتكون فارقه اليوم يعني 4 سنوات وخاشين على السنة الخامسة يا دكتور السؤال اللي كنت يا محمد كإعلامي مني ما زال يتكلم على كلمة السراج إن 100 يوم حتكون فارقة مني اللي يتكلم اللي يتذكر في كلمة معيتيق لما قال إن في نهاية 2017 ستختفي مشكلة الكهرباء ولا مش موجودة الكلمة متاعها نعم موجودة في اليوتيوب مني ما زال يتكلم عليها يا محمد للأسف ما فيش قناة تجيب فيها للشعب الليبي وقاعدين محمود عبد العزيز يتكلم وحضرتك وفي التناصح والناس تسب فينا كلها ونخسروا في علاقاتنا لكن ما يهمنا حد احنا
من اللي يتكلم عليها كلمة السراج بتاع بعد 100 يوم حندي يروح حل، ومن اللي يتكلم؟ لكن يا محمد الحكومة هذه من اللي جابها؟ من اللي جابها؟ لما كنا في المؤتمر الوطني بغض النظر على اخطاء المؤتمر الوطني، لكن نحس ان احنا جايين من الشعب منتخبين ولنا الفخر ان منتخبين وبالتالي مسؤولين. الحكومة سواء علي زيدان سواء الحاسي سواء الغويل مع حفظ الألقاب للجميع كانوا يشعروا ان في جهة منتخبة اسمها المؤتمر الوطني تقدر تلحيهم تحاسبهم. ان عضو المؤتمر الوطني في اي لجنة يا محمد، في اي لجنة، والدكتور الدالي موجود نمسي عليه بالخير، الدكتور عبد المنعم الدالي كان وزير التعليم، وإلا الدكتور علي الدعيكي وكيل وزارة التعليم، أقسم بالله كان الديل للتليفون يجيك مباشرة. وزير الإعلام نمسي عليه أخونا علي الهوني رغم اختلافي وياه في ذلك الوقت، لكن قعمزناه وحاسبناه واختلفنا. أنا كسلطة تشريعية أرى أن هذا واجبي، لكن كانت فيه يا راجل كان فيه وزير واضح كويس جنين يندك وايضا يعني الجهة التشريعية هي من أقالت رئيس الوزراء في علي زيدان كذلك السيد عمر الحاسي وغيره عموما، وهذا الدور الأساسي أصلا للجهة التشريعية. اليوم من اللي يقدر يقول لي السراج؟ مش هذه المسألة، لا مسألة هذه المسألة من غيرها شوي. طيب. خليني نكملها. طيب. مش ما نفس مش ما فيش سلطة تشريعية يا دكتور. لا 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 يا محمد، السراج اليوم يشعر هذا شعور داخلي، هذه النقطة هذه الفارق يا محمد والإخوة المشاهدين، لأن احنا نتكلموا على دولة. أنا عندي شعور داخلي ومسؤولية داخلية تظهر على تصرفاتي وطريقة تفكيري، إني اللي حطني في هذا المكان الشعب، واللي حطني كمسؤول تنفيذي المؤتمر الوطني أو السلطة التشريعية. اليوم السؤال من اللي حط السراج والعتيق والمجموعة هذه؟ ليون، ورقة من جيب ليون يا محمد، طلعها من جيب جاكته وقراها، خلينا نقوله. وبالتالي ليون وين؟ بح. كوبلر وين؟ بح. واضح سؤالي. لا يستطيع اليوم في ذهن السراج ومن معه والوزراء اللي معه، لا يملك أي مخلوق إن ينحينا من مكاننا، لا برلمان لا مجلس دولة، لأن مش هم اللي جابونا. أنت قول أي كلام تاني بالنسبة لي، أنا عندي تريري هذا مستقر في ده. أنت تعال دكتور، أنا سؤالي بعيد عن هذه النقطة، لكن حضرتك أشرت لها في قرار في مجلس الأمن، لأن الوقت ضيق دقيقة نص دقيقة 30 ثانية. في قرار مجلس الأمن اسم السراج يا راجل، اسم السراج في قرار مجلس الأمن، فتبي عدلك على فهمتها؟ واضحة دكتور. وبرغم أن سؤالي يعني ما كانش حول الجانب هذا، لكن شن هو مش من مصلحة السيد السراج وهو الآن رئيس الدولة، أليس من مصلحته أن ينجح في قيادة البلاد؟ باش مش من مصلحته أن هو ينجح في توفير متطلبات الناس اليومية؟ يعني هل يعقل أن السيد السراج مسرور الآن لمعاناة الناس، الكهرباء والصحة وغيرها؟ لا أستطيع أن أدعي ذلك، وأنا متأكد أن السراج مش مبسوط من معاناة الليبي. أين هو الآن؟ لماذا لا يحرك أي ساكن في الحكومة؟ شوف أنت شهدتني شهادة، وأنا قلت لك أنا متأكد 100% أن السراج مش مبسوط، لكن النوايا الحسنة لا تبرر الأخطاء. نيتك الحسنة شدها عندك، إذا أنت اليوم أنت مسؤول أمام ربي وأمام الليبيين. الناس اللي قاعدة في حياشها تتقلب، واحد عنده الحساسية بعت لي لين يدعي يا راجل، عنده حساسية في جسمه والمكيف ما فيش مش قادر، تصور يمشي بال في حوايج يلبس فيهم لين ضرب أبو جنب، هذا وين؟ هذا وين فهم؟ هذا من بيعرف؟ فالسيد السراج أنا متأكد أنه هو مش مبسوط بالمعاناة هذه، لكن القرار القوي
مش لان اتفاقيه الصخيرات اتفاقيه مشلوله، ليش ما وافقناش عليها؟ المجلس الرئاسي. لكن سيد السراج يستطيع ان يصدر قرارات، هو يصدر القرارات فعلا وقرارات جميله. احيانا اقال السيد علي العيساوي بسهوله، اقال وزراء واتى بوزراء صح بسهوله وفي غياب اعضاء المجلس صحيح الرئاسي. صحيح. لماذا لا يستطيع السيد السراج تحريك اي ساكن في هذه الموضوعات؟ ما يقدرش. موضوع الكهرباء، موضوع كورونا، موضوع السيد محمد هيثم. ما يقدرش. هو اسمح لي خليني نقول لك، السراج محمد هيثم من اللي بينحيه؟ السيد السراج كيف بينحيه؟ بقرار. ومن بيجيب؟ يجيب اي حاجه يا دكتور. من بين الله كيف اي حاجه ياخذها حتى هو مع وزاره الدفاع؟ يجيب لك واحد من فبراير، يجيب لك واحد توار محلاك والله. لا خليها هيك، خليها تقعد هيك، لان بعدين يبي ناس محمد هيثم اليوم ولا شو اسمه هذا، هذا نائب رئيس، هذا النائب السراج هذا اليوم اقوى من احمد حمزه واقوى من العماري واقوى من معيتيك واقوى منها كلها واقوى من صلاح بادي اللي اصيب كم مره واقوى من الحصان واقوى من مختار الجحاوي اللي لولا فزع لولا الله عز وجل وفزعته هو وشباب الزاويه وشباب وسليم هذيك الليله راهو حفت في ميدان الشهداء. هاي خذ الكلام اللي انت تجيب في الدول يروحك، اقوى منهم كلهم يا محمد الحقيقه. فيصل قرقاب اقسم بالله اقوى من هؤلاء كلهم واقوى من هالشباب اللي قاعدين يدفعوا في دماهم وارواحهم. اسمع الكلام لما الكلام الحق حق ولازم ينقال، عرفت؟ والله العظيم انا ما نحس فيهم في واحد كلهم عليه بكره تبيهم، لكن لما جيت تقول لي السراج ما يقدرش هذه شلته انت. اليوم لما نحكوا يا راجل، لما نحكوا على الرزاقي وخولي في غريان، هذا ملف بروحه يبي ينعط. اللي الثاني شن اسمه اللي قاعد البزنس وشغله كله مع الامارات واقاماتهم واولادهم في الامارات، لما نجي يا راجل نلقى لك فساد فساد لا يمكن انك تتخيله اساسا، لا يمكن يحكوه لك لو مش انت بعينك تشوف فيه بمستندات تقول لا اله الا الله. انا نكذب لو كان نقول لك ان السراج مبسوط، انا ما نقدرش نقولها، انا ما نرفعهاش عليه رقبتي، لكن مش قادر يدير شيء، عاجز، ما هوش رجل دوله، ما ينفعش انه يمسك المنصب هذا. ومن الاخير اللي كل اللي جابوهم عارفين. اسمع لما سلبوا اراده، لاش بكري قلت لي مش موضوعنا يا محمد، لما سلبوا اراده الشعب الليبي في الصخيرات راهو يعرفوا شنو يديروا، مخابرات العالم اللي تامرت على فبراير تعرف شنو تدير. وللاسف انا ما نلومش عليهم، اللوم على اللي صفقوا واللي طبلوا واللي 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 وللاسف اللي تخلوا على دماء شهدائهم وقبضوا الثمن. دكتور يعني في اخر دقيقه انا قبل بنطلب منك رساله للناس، في سؤال على البث المباشر قال لك تمام دكتور انت اللي قلت هذا كله وفاسدين ومبيوعه وغيره، مع تحفظي طبعا هذه كلمته هو او كلمتها هي الاخت ورده، تقول لك احنا المواطنين شنو نديروا؟ أطلع. الناس تعبانه شنو نديروا؟ قال المواطن زي ما كنت انت، هذه فبراير جابت لك الحريه، اطلع طالب بحقك. انا يا اختي هذه الحره ورده السويحلي، ها ومحمود عبد العزيز قاعد ندفع في الثمن ومتبهدل وواحد ونطلع نتكلم، لاني ارى ان الحق هذا اللي كنا محرومين منه والله ماني ساكتها. نعم اطلعوا تكلموا، اطلعوا طالبوا بحقوقهم، كفى صمت. لو درتوا اعتصام قدام رئاسة الوزراء لمدة اسبوع ولا قدام وزارة الصحة لمدة اسبوع راهو تغير الوضع. ليش زمان اعتصمتوا على شان العزل السياسي كم قدام المؤتمر الوطني، واعتصمتوا قدام وزارة الخارجية ونخش ونتطور، نبدو طالعين من القصور للقاعة نسمعوا في كلام وسفاهة للأسف من توار نحسبهم. والله ماني مسامحهم، والله ولدي ماني مسامحهم اللي كانوا يسموا في روحهم توار ظلما وبهتانا وزورا. واضح جدا للأسف الشديد. واليوم يجي يقول لك بيه كيف نديره؟ كيف تدير
انت فبراير جابت لك الحرية، ناس ماتت علشان تطلعوا تتكلموا وتطالبوا بحقوقكم، مش ماتت علشان تعيشوا الميزيريا. نعم واضح جدا دكتور. فقط يعني حتى الجانب الإعلامي، وهذه رسالة للزملاء كلهم أن يهتموا فعلا لهذا الجانب. في تقرير دكتور درناه الأسبوع اللي فات، لا معليش دكتور لأن وقت ما فيش، بس في تقرير درناه في التناصح الأسبوع اللي فات من إحدى المدن الليبية كانت تعاني معاناة شديدة، وصل الأمر إلى أنهم يعني يفصلوا في الكهرباء، يغطي حتى في المستشفى، منطقة المستشفى كانت لا تعزل، وصل الأمر أن من الشركة من الغرفة الرئيسية يفصلوا فيها ويقعدوا يدوروا والمولدات مرة تعطل وكذا. بعد التقرير هذا دكتور وعدهم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والله تقرير للتناصح، وكلمني الأخ من المدينة هذه وقال وعدنا رئيس المجلس الإدارة سيد ويام جديد، هذا سيد ويام بالله ويام هذا ولد، وعدهم ألا يفصل عن قطاع المستشفى. ويام ولا لا هو مهندس، مش مهندس، مهندس هو مش مهندس ويام العبد، لأنني قلت لهم واضح جدا دكتور. فهذا هذا توضيح يعني لدور الإعلام ودور بأمانة يعني تقرير واحد من عين المكان أدى رسالته. بأني بنسألك سؤال، بما أن الإعلام هذه التناصح اللي حكومة الوفاق لا تندر عليها حية ولا ميتة ولا تدفع لها في بث، حكومة الوفاق عندها قناتين ولا لا؟ قصة تانية، خلوها الخميس الجاي دكتور. ليش ما تكلموش؟ ما هو هذه أختنا، هذه اللي تتابع فينا تريد رد، مسكينة رد يشفيها. أنت قلت لي القنوات الإعلامية الآن حكومة الوفاق مستكردة، قولوا الكلام يا تناصح، مستكردة التناصح، ما هيش معدلة والله. كان يلقوا يرقدوا ويلوضوا يلقوا التناصح مختفية، والله ما دعمتها بعشرة قروش، عشرة قروش. أنا مسؤول على الكلام هذا، لكن زوز قنوات أنتم ماكم قلت لي درتوا تقرير واستجابوا وداروا تم تقول لي أنت القنوات الإعلامية فيش حاجة اسمها إعلام. واضح جدا دكتور، هذا موضوع كبير وممكن نشوفه في حلقة جاية إن شاء الله. هي فقط يعني رسالة هيك حبيت أن نوصلها، أن مجرد تقرير صورة واحد من الزملاء من عين المكان جاب نتيجة، واتصل لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالمسؤولين في هذه المدينة. أحسنت يا نور الهدى، شعب سلبي والمفروض إذا يبي ينتزع حقوقه يتخلى عن السلبية. شكرا دكتور. في فبراير 2011 لما تخلينا على السلبية وطلع الشعب الليبي للشارع انتهي القدافي. اليوم شكراً. إذا تبوا حقوقكم اتركوا السلبية. شكرا محمود. شكرا دكتور محمود عبد العزيز، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. إلى لقاء آخر، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.